واش لافامي السلام عليكم ورحمة بكم فيديو جديد كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جينا لواحد البلاصة اللي واعرة بزاف، كيما شفتوا جينا لحديقة الحيوانات اللي كاينة في بورصة ومعنا يونس. فينا يونس؟ هانيا يونس قضى عليه رمضان مالك أصاحبي توقف معنا يونس عايلي. تو جينا لحديقة الحيوانات اللي كاينة في بورصة اللي سميتها بورصة زو، اللي كتدخل ليها أورانجي يعني ستودنت يعني الطالب كيدخل ليها 2 ليرات و50 والعادي كيدخل ليها ب 5 ليرات، 5 ليرات اللي هي تقريبا 11 درهم. جينا نجيبو هنا دورة اليوم نشوفو كي داير. صراحة ما خرجتش بكري علاش حيت كان عندي المونتاج بزاف، كان عندي الايديتين التصاور شحال من حاجة كدي عاد خرجت، ودابا جينا نشوفو هاد النري النمر. صافي اشوف سالات الهضرة نبداو نشوفو الحيوانات السيدي حيد عليا. أول مرة غادي نشوف النمر في حياتي ما شفتوش في المغرب، كتب ليا نشوفو في تركيا. فينا هو هو نري والله حتى النمر ها هو هو نري شوشو ايا كندق عليه اجي وقفه زعما نتصوروا معاك. راهو ماك جايين عاوتاني يمشيو يجيبوا دور، عرفتي مدربينهم انهم يبقاو يجيبوا الدورات هكا على هاد السيرك على هاد البلاصه هادي فين كاينين. نشوما خوتي النمر. فينا النمر؟ واجي اصاحبي نتصوروا معاك. هي بلاصه السبوعه نمشيو نشوفوا السبوعي. كاين شي سبوعي هنايا قريب؟ بعيد نري فين كاين؟ هو اخوتي راه هو فين قالت اسي وانا دا صاحبي عرفتي اصلا السبع راه معكاز ديما ناس هو. صافي غنمشيو نكملو نجيبو دورة بما نشوفو الى هدا الله داك السبع، نرجعو نشوفو السبع الى هدا الله وناض وجا قرب لينا باش نصورو مزيان. معكاز داك خينا هذاك معكاز لي بوحدو مسوقش حيوان الاخر. شوفو الراكون اخوتي من زاد دروك كيتبان ما هيلا انزار الدريوش. شوفو الراكون اخوتي شتوه وفي هاد اللحظة الشتا كتصب سبحان الله الشتا بدات كتصب اخوتي علاه. شو الدجاج؟ الدجاج والبط تلقين داكشي في الطريق هانيا ماشي مشكل. البط 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 فين البطة؟ هانيا بس عليك بسي مزيان عفين. عرفتي هنا ممنوع تعطي لشي حيوان شي حاجة يقصيها، دايرين لك بلايك تما ممنوع تعطي لا لذاك البط لا لأي واحد أي حيوان ممنوع تعطي شي حاجة ياكلها، هما كيعطيوهم ماكلتهم الخاصة. عرفتي في المغرب حديقة الحيوانات اللي كاينة في أكادير عرفتي بنادم كيلح ليه كاوكا والقرد، تخيلوا معايا بيروكي كياكل طونو الحرو في حديقة الحيوان ديال أكادير. أي حاجة لوح عرفتي شي صباط شي صندالة مابقيتش باغيها لوح يقصيها ما عنديش مشكل مسكين ميت بالجوع. واو شوف أخوتي الزرافة والله حتى أول مرة نشوف الزرافة في حياتي. عرفتي قداش وا كبيرة والله حتى كبيرة بزاف طويلة طويلة عرفتي قداش. شوف شوفوا قداش شوفوا قداش هانتوما شوفوا الحمار الوحشي. المشكل اللي كاين هنايا هو هادشي بعيدوه بزاف، أنا دابا راه مزومين أوبجيكتيف شوفوا إلا ديزوميتو ناري بعيد هادشي بزاف. أول واحد الحمار الوحشي البط هنايا شوفوا 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 الحمار الوحشي غادي كيجري هانتوما راه هما كيجريو شتو راه هما وحدين آخرين شوفوا شوفوا واحد النوع سبحان الله ما عرفت شنو هذا دير بحال داك القنجس زيد 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 هما جايين كيخرجوا شوف شوف سبحان الله شوفوا شوفوا شحال من واحد تبارك الله كانوا مخبيين في داك الداخل. ما عارفش السميه ديال هذا الحيوان هذا، اللي عارف سميته يخليها لينا في كومونتير. دير بحال داك القنجس وكيبقى ينبش في الارض بحال داك اكل النمل، ولكن ما اكل النمل ما قنجس ما عرفتش شنو هو. اللي عارفو يخليها لينا في كومونتير اخوتي من اجل الاستفاده. انا ما عارفش انا ما عارفش سميته هذا سميته ابن عرس اصاط لا صاحبي غادي نحكو معاك. شوفوا النعامة والنعامة اطلعي راسك اي والنعامة ناري على الحيوانات عند هادو كي دايرين حيوان بمعنى الكلمة. يا النعامة شفتوها دابا انا كنوريكم الحيوانات بحال انتم زعما ما عمركم شفتوا الحيوانات. المهم انا كنبارطاج معكم النهار كي داز ودابا في هاد اللحظة جينا عند الفقمة ها هي كتعوم كتعوم ناري عندها واحد بيسين واعر ها هي جاية هي جاية زيدي 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 اوه دايرة بحال شي شبع شفتوها زيد 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 كتعوم واه خذ راحتها شو 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 خرجي خرجي كاين احسن حاجه داروا هاد الفوق ما هادي هي تقدر تشوفها من الفوق وتقدر تهبط تشوفها في داك الكواريوم من التحت كتعوم تبان لك من الزجاج. دابا غادي نهبطوا نشوفوا الفقمه كانت هنا ياك ويلي ويلي والرقيه هي ويلي ويلي السعاده عايشه دابا هي السعاده في داك الداخل. شوف الفوق كي داير ويلي 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 شو 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 كدير ويلي 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 على الفوق ما راه ليا ما عرفتش غتبان لكم شي حاجه هنا ولا لا. ركزوا شوفوا شنو كاين شنو كاين شنو كاين اي فوالا البطاريق غير هما بعاد شوفوا فين تجمعوا مشاو تجمعوا ليا ما كاين حتى واحد هنايا شافوا الناس هما يهربوا مشاو لديك الجهه. اول مره نشوف بطريق البطاريق اول مره نشوفهم شوف كي مجموعين ويلي 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 على الحمير كي داير
حتى الحمار كاين في حديقة الحيوان. اش هذيك كاين شبيه ضحك. حتى الحمار جابوا حديقة الحيوانات وداروا لك اعتبار هنا ودايرين لك وقت وانا عبروك وداروا لك قيمة وجابوك لحديقة الحيوان. حنا راه عندنا كدهز لك راس ومازال يضربوا فيك. داكشي علاش بلا ما تفكر تجي للمغرب. انا كنقولها لك كنصحك. ها هو جاي ها هو جاي. لا سير اصاحبي قلنا لك شوف ما تفكرش تجي للمغرب. بقى هنا عادتي المغرب تهز لك راس في السويقة. بقر علال هو الاخر اخوتي دايرينه في الحديقة. والله حتى البقر بالله. شو 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 هوك الطور. اي طور هذاك اللي من ديك الجهة راه هو هذا طور. هادو جوج بقرات ولا جوج بقرين ما عرفت واش بقرات ولا بقرين. هادوك هذاك طور شتو جوج ديال الطورين لا بالدارجة اش غنقولوا طورة. لا خويا شدونا شي طورة خويا. لا خويا طور جوج طور طور اس اثنين. والله حتى بقر علال اخوتي شوفوا البقر لا اخي راحته هنايا بخير عايش الحياة عايش السعادة كبا يونس امين. بعدا ما كاينش معنا علاش حيت اليوم معروضين عند شي ناس غادي نفطروا عندهم. المهم نتلاقاو مع شي ناس تواركا وتوانسة المهم من جنسيات مختلفة غادي نفطروا عندهم. داكشي علاش هو مشى سبقنا عندهم كيوجدوا في الفطور. حنا جينا في هاد البلاصة اسميت هاد البلاصة فين كاينة هاد اسميتها سيراميشيلر ناري النطق التركي صعيب وحق الله. المهم سيراميش هذيك هنا حنايا جينا لهاد البلاصه هادي عوض ما مشيوني حتى للدار جينا لهاد الحديقه اللي كاينه قريبه للدار واحد شويه قلنا نتسكلوا فيها ونديروا فيها فلوق عوض ما نصور لكم غير دوك الاجواء اللي غيوقعوا غير في الدار. دونك غنساليو في هاد الحديقه هادي ان شاء الله وغادي نمشيو ان شاء الله للدار باش نفطروا. ولا غنمشيو نلقاو الفطور بوجود الصاط لك غنقول البوم انا وياك غنجيو نتلاقاو ام فافور فافور شتي المغرب يا خوتي فين ما كان الفطور فافور ما يزقلوش بحال داك الفطور اللي كنا فيه داك النهار. عرفتي من داك النهار وحنا كنفطروا عند دوك الناس الحمد لله ما عمرنا مازال وجدنا فطور عندنا عمرنا وجدنا فطور مازال في الدار. من داك النهار وحنا كنفطروا عرفتي شنو واحد البلان كنديروه هو كاينين ثلاثه بحال قلتي ثلاثه الخيمات ثلاثه البلايص كيفطروا فيهم الناس. اشنو كنديروا حنايا كنمشيو كنشدوا البلاطو عند الناس الاولانيين كنمشيو كنحطوا في واحد الجريده كيريح واحد كيقابلهم وكنمشيو عند واحد اخر كنشدوا بلاطو اخر كنجيو كنستقوا ضرب بين جوج بلاطوات فطور واحد لواحد مغاربه قوالب اخوتي كنفطروا بالقوالب ما غندخلوا الدار تبقى 5 دقائق للاذان. حدا هذا البقر هذا كاين هذا البلان هذا اللي زوين عجبني كيعجبني بحال هذه البنيه هذا وهذا الديكور هذا السيتي غندخلوا هذه واقيله قهوه واقيله هوس جيدينيز. اشنا هي هوس جيدينيز؟ هوس جيل دينيز ويلكم مرحبا هوس جيل دينيز. احنا تعلمنا كلمه كتقرا هوس جيل ولا هوش جيل؟ هوش جيل هوشيال دينيز هوشيال. سبحان الله شو كي مكتوبه وشو كي كتقرا شو هوشيال دينيز هي مرحبا ندخلوا هذه واقيله شي قهوه الصاط ياك واحد البلا هانتوما ما شتي زوين هادشي شنو كاين هنا شنو ندخلوا تتقلق على شي حيوان اخويا في شكل شي حنش ولا شي عجب خرج اخويا من تما تدخلوا واحدين في شي بلان ماشي هو هذاك. هنا هادشي ديال الخيول الحمير اجاجي هنا كاين شي حاجه انت هو الغزال غزالي غزالي ماشي الغزال هذا ديال الايل هذا يسمى بالايل شتي هيا قال لك ممنوع تعطيهم الماكله. ها هي وليدي كون كنتي في المغرب كنا قصيتي الطول الحرور كون كان في المغرب كان غيقصي خنزو بنين. ها هو داك الطور من جهه اخرى شفتوه الله يشاء لاقين راحتهم هنايا. شوفوا الجمل ديال تركيا فين الجمل اوه اش هذا الشيء شنو الحيوانات سبحان الله واش معز هذا لا خرفان هادو دايرين الرحبه هنايا ناري على خرفان كحلين كاملين سبحان الله فين الخرف شي واحد كرونو كي دايرين سبحان الله مغطي لي عيني يا صاحبي شتي والله الا مغطي لي عيني كتشوف الكاميرا ما دخل فيها الله يعاون سلامه. شوفوا وحدين اخرين بويض كي دايرين ما عندهمش الخرفان فيهم البيض والكحل يا اما كحل هذا فيه شويه ولكن يلا كيتطور فهمتي بوكيمون هو كيتطور. المهم يا اما كحلين كاملين ويا اما بويض كاملين. شو كرون كي دايرين سبحان الله العظيم الله الريحه ديال الخرفان واعره وحق الله هذه كتفكرك في الريحه ديال الباديه الله. فين فين اخونا العدريس انا تخلع مسكين كان كيقصي شافني ويدي اخويا كتصور فينا بلا ما تقولها لينا. هادو ديما فيهم الصداع هما اي بلاصه مشيتي ليها في العالم هاد اللقلاق هذا ولا البط هذا ديما هاد الطبقه ديال اللقلاق في البط العوات هادشي كامل الايواز هادشي كامل هادو كاملين كيكون فيهم الصداع ديما مضربين بوحدهم هما ما عمرك تلقاهم كالمين وقعت لينا على والو. شوفوا هاد اللعيبه هادي كتدخل باش تشوف اللقلاق انتوما شفتوا البلان ندخلوا نشوفوا اللقلاق دايرين السناسل اوب 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 شتو اوب اوب شوفوا كي دايرين غوز عندو رجلين غوز والريش تا هو غوز سبحان الله. شتو البلاصه فين دايرين اليوم اللعيبات ديالهم كي دايره كيوقفوا على رجل وحده شتو رجل وحده رديتي البال كيوقفوا على رجل وحده كاين دغ ردي السلوكيه حموضه
شو 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 واو ناري نمر قداس اوا خوتي ناري 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 قداس النمر شوفوا شوفوا واو شو شو ناري قداس كبير بزاف اخوتي ها هو جايين والله هذا جايين بالله شوف شوف اوه ناري خلاني اوه ناري اشتكي دار اشتكي دار والله جات اصحابي ما كاينش الزجاج ناري تخيل شتت هاد الزجاج مشات يديا خلعني مسخوط الوالدين والله تخلعني ناري يا صات اشتكي دار والله تخلعني واخا كاين الزجاج هجم عليا مسخوط الوالدين والله تهجم ناري كنت تخيل معايا كون ما كاينش الزجاج والله تا غادي مشيت هو يبان ثاني هنا شو شكل كيدير مسخوط واو شو جوك حدايا شتي هذا والله تجيعان هذا ناري هذاك وما كانش الزجاج كيجي لحدايا كيبقى وقف كيشوف فيا والله الصاط الا خلعني كنت بي معاك بصح قيس قلبي كيضرب 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 هذا بيتي يسكت الله يعطينا وجهك قال لك بزاف بيتي يسكت لا والله تخلعني وحق الله عرفت شنو هذيك جمع عليا مسخوط الوالدين ديك ما كانش الزجاج والله حتى كان غادي مشيت فيها مشيت في هذه اللحظه هذه ما بقيتش كنفلوغي كون راه يونس هز الفيديو هز الكاميرا ومونطا والفيديو حطو لكم نديكم الفيديو غنلف لكم مورا 3 ايام يا شنو واه زعما انت غتبقى زعما انت ما غيقصكش اخويا وابا اخويا زعما انت ما غاديش ياكلك شنو كيدير شنو كيدير شو 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 واو واو شو 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 نايس على والله تعالى كاين هنا اكل تركي مغربي اندونيسي يلا محمد صلاح في الجميله من الكره جميله مرمى في الجول